السلام عليكم. كرافوك يا مامو نتوما جاي ايسي كرافوك كي دايره خوك مليحه ياسين 28 سنة شاب جاي من العاصمة مع صاحبو جلال اللي تفاهمنا معاه يجي يرقي ويجيب ياسين باش نحكموه معانا اليوم. لا حالة مستعصية قد قاعد يرقي فيها قد يدير قد يخرج من عند واحدة المعاصمة ويكون كله في داخل خلينا شوية من ايه يا ياسين لو كان تعرف بالعباس وش راهي مخبيت لك. وين بها يا ياسين ولي مازال ما بدينا معاك خويا انا ما يجيش الشيء نخرجها نورمال ما تزعقوش فينا بدات الخلعه
تبان على وجهه. اللهم يا رب العرش العظيم انت تسمعني يا رب العرش العظيم، اللهم انت السميع العليم يا حي يا قيوم برحمتك استعين، اللهم يا رب العرش العظيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم صل وسلم على سيدنا وشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين، الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله. جابر بيتشو الله ما حق عليك خويا حسين بالله عباك بلي قلبي كباب يحبس قلبي عباك كان كملت شويه يحبس لي قلبي بيزار يعني عباك جراح صوتي شفت كاقه بعد زبق التلفزيون خلعت ربي يحفظكم يا خو درتوها بينا والله العظيم عطيتوني خلعه في حياتي لا صرات لي قسما بالله خلعه فري خلعه هادي وربي يحفظكم خو صحه فطوركم ياسين اسمح بينا والله العظيم عطيتوني خلعه في حياتي لا صرات لي قسما بالله خلعه فري خلعه هادية وربي يحفظكم خو صحه فطوركم ياسين اسمح لنا اليوم خلعناك شويه ومع صاحبك جلال طيحناك في الفخه ومع النهار رانا حكملك هو قهوه جيبوها بالبيت خاف انا ما نقدرش ياك انا مش قالوا لك انت ما قال لي والو انت لا تريح لا حنايا باش الله تخلع فيا ولا هكذا واش لو واش لو واش لو واش لو واش لو ما دار واش لو الله اكبر الله اكبر الله اكبر والله كنتوني والله العظيم رسيدك تحيل
الخوف على كل حال مهما كان هاك يا شر الله سنة خوف يا ربي وهداك ما هداك ها نادي ها نادي على الأقل على العفريت ما تقدرش حسيت إن شاء الله خلاص وش حبيت نقول لك برافو صح الله يكرمك يا رب لا يحيى